وينضم معنا للحديث عن الموضوع من صيدا حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أهلا ومرحبا بك سيد حسان. بداية، أمر قضائي لبناني للقبض على قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب بتهمة دخوله لبنان بطريقة غير شرعية وقيامه بأنشطة عسكرية. هل من السهل دخول الخزعلي بادئ الأمر إلى لبنان؟ في الحقيقة هذا الموضوع أو هذا الأمر القضائي يبقى موقوفا، لأن دخول قيس الخزعلي إلى لبنان جاء لمساعدة فريق لبناني، وهذا الفريق الذي هو حزب الله هو الذي سهل دخوله عبر معابر غير شرعية، في حال كان دخوله من خلال معابر غير شرعية. ثم هناك أمر آخر أيضا، مخالفة قانونية أخرى إلى جانب دخوله غير الشرعي، وهو وصوله إلى الحدود اللبنانية. في النظام اللبناني وفي القانون اللبناني أي مواطن أجنبي يريد أن يعبر جسر الخردلي أو جسر القاسمية باتجاه الجنوب عليه أن يحصل على تصريح من قيادة الجيش. فهذا مواطن أجنبي عبر المنطقة النهر الليطاني ووصل إلى الحدود الدولية برفقة عناصر من حزب الله، قامت بث فيديو مصور لوجودها إلى جانبه، كما قام تلفزيون المنار ببث هذه المشاكل. إذا هناك فريق لبناني قام بتسهيل دخول غير شرعي ووصول غير شرعي أيضا إلى الحدود اللبنانية. فالقرار القضائي بتوقيف قيس الخزعلي في حال قام بزيارة لبنان يبقى منقوصا، لأنه يجب معاقبة الفريق اللبناني الذي قام بتسهيل هذا الخرق الأمني والخرق السيادي للحدود اللبنانية واستعمال معابر حدودية غير شرعية لتسهيل دخول قائد ميليشيا. طيب، أمام هذا الأمر القضائي وفي ظل مجاهرة الخزعلي بهذا الشكل بدعمه لميليشيا حزب الله اللبنانية، ألا يعني بشكل أو بآخر استهداف أطراف سياسية من لبنان؟ حقيقة الأمر أن سواء الحشد الشعبي أو حزب الله أو أنصار الله في اليمن هي كلها فريق واحد يعمل تحت أمر الحرس الثوري الإيراني كما قال ولايتي تماما. فلذلك لا يمكن الاستماع إلى مواقف يطلقها قيس الخزعلي أو حسن نصر الله أو الحوثي. هم جميعا يأتمرون بأوامر سليماني وبأمر الإدارة الإيرانية التي تقوم بتوجيه هذه القوى على هذا المحور أو ذاك المحور. جميعهم يأتمرون بأوامر الحرس الثوري، هم جزء من منظومة الحرس الثوري. فزيارة قيس الخزعلي للبنان كانت بأوامر إيرانية، وهي رسالة للداخل اللبناني قبل أن تكون للخارج، سواء كان للكيان الصهيوني أو لأي مكون آخر. هي رسالة للداخل أن حزب الله ليس وحده في لبنان، بل هو يمتلك قوى إضافية أخرى مستعدة للتدخل في لبنان كما تدخلت في سوريا وكما تتدخل في اليمن أو البحرين. ألا تعتقدون أن اتساع نفوذ ميليشيا الحشد المدعومة من إيران كما وصفتموها لتكون ميليشيات عابرة للحدود، ألا تعتقدون أن هذا الأمر يشكك بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على وضع حد لها وعلى مصداقيتها بشكل عام؟ حتى الآن لم نرى أي خطوات عملية ضدها. هذه القوات التي تمولها إيران وتقوم باستخدامها تترك أثرا سلبيا على الساحة الإيرانية في الداخل. استنزاف إيران في الداخل كما استنزاف حلفائها في الدول العربية وخاصة في لبنان وسوريا والعراق. الولايات المتحدة تستخدم الجميع وتستنزف الجميع في المنطقة، والجميع لا يستطيع أن يصل إلى حل إلا برضاها وبالتعاون معها وبالتوافق مع الولايات المتحدة. حتى روسيا الآن تنظر الولايات المتحدة بطلب أن تسعى معها إلى تسوية في سوريا لإنهاء الصراع ووقف النزف الذي تعانيه روسيا أيضا على الساحة السورية، وما جرى في حنينين منذ فترة كان أكبر دليل على ذلك. والآن اضطرت تركيا أن تدخل بقواتها إلى سوريا لتضع حدا لوجود القوات الكردية على حدودها، وهذا استنزاف أيضا لقدرات تركيا ولجيش تركيا والإمكانيات تركيا المتقدمة. الولايات المتحدة تستنزف الجميع في المنطقة والجميع يسعى إلى التفاهم مع المتحدة. فالموضوع الإيراني هو موضوع استنزاف لإيران ولحلفائها، وفي نفس الوقت هو استنزاف لشعوبنا في لبنان وسوريا والعراق لتدفع دما نتيجة الجرائم التي ترتكبها إيران في المنطقة. مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.